السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. الأبراج مجرد تسالب، ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. أحبتي، يسعدنا حضوركم دائما في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. أبراج سيكون حظها ثابت طوال العام 2019. العام الجديد بدأ بقوة، وذلك تحت تأثير كوكب المريخ، وبالتالي سيكون هناك الحظ الوفير لغالبية الأبراج، ولكن لبعض الأبراج الحظ هذا سيكون متقلبا، وبالتالي سيكون هناك فترات جيدة مقابل فترات أخرى سيئة. وهذا التقلب بشكل عام طبيعي، لأنه لا يمكن توقع الحظ الجيد الدائم طوال العام. ولكن من بين جميع الأبراج هناك فئة سيكون حظها ثابت طوال العام، وعليه ستنعم بعام مريح، وذلك لأنها الأبراج التي ستستفيد أكثر من غيرها من القوة والشجاعة والقدرة على تجاوز المصاعب وحل النزاعات التي سينشرها الكوكب الأحمر. فمن هي هذه الأبراج التي سيكون حظها ثابت طوال العام؟ تابعوا معنا هذا الفيديو لتتعرفوا على هذه الأبراج. أولا برج الثور. العام الجديد سيبدأ بشكل ممتاز للثور وفي كل المجالات. خلال العام الجديد البرج هذا سيصبح أكثر وعيا لدوره ولما هو مطلوب منه على الصعيد العائلي والعاطفي والمهني والاجتماعي. تأثير جوبيتر سيبدأ منذ الشهر الأول، وبالتالي الثور سيكون أكثر حكمة وأكثر تصميما. الحظ الثابت سيستمر وسيطال الوضع المادي، وذلك لأن الثور سيشعر بأنه مسؤول عن تحقيق أقصى درجات الأمان المالي لنفسه ولعائلته، وبالتالي سيركز على ذلك المجال، والحظ سيكون حليفه، وذلك لأن حركة الكواكب طوال العام ستدعم سعيه لذلك. مع انتصاف العام الحالة النفسية والعاطفية للثور ستكون في أفضل مراحلها، وعليه سيستمتع بعلاقات رومانسية على أعلى المستويات. المرحلة هذه من العام ستجعل الثور يحسن مهاراته في التواصل مع الآخر، وبالتالي سيطور روابط مختلفة عما كان عليه من قبل. وكل هذه الأشياء ستعود عليه بالكثير من الفائدة النفسية والعاطفية. مع نهاية العام 2019 الثبات في الحظ سيستمر، وهذه المرة سيطال الحياة الشخصية والعائلية للثور. سيكون هناك الكثير من الحب والسفر والحميمية. نهاية العام ستشهد على الكثير من السلام الداخلي وعلى تدني مستويات التوتر إلى أدنى مستوياتها. نهاية مثالية لعام بحظ ثابت إن شاء الله. ثانيا برج الأسد. خلال العام 2019 سيقوم الأسد بالكثير من المراجعة الذاتية، وبالتالي سيحلل الكثير من الجوانب في حياته. سيشعر وبشكل تدريجي بأنه الطريق الذي عليه أن يسلكه بات واضحا أكثر من أي وقت مضى. الوصول إلى تلك المرحلة سيجعله يشعر بالسلام الداخلي، ما سيؤثر إيجابا على علاقته بمحيطه. سيكون الأسد متحفزا لإحداث الكثير من التغيرات في حياته، وذلك بسبب تأثير المريخ الذي سيمد البرج هذا بالعزيمة والإصرار والقدرة على التأقلم بسرعة مع كل التغيرات، خصوصا تلك المتعلقة بالحياة المهنية. في العام 2019 وفي كل مرة يجد الأسد فيها بابا مغلقا بوجهه، سيجد في مقابله عشرات الأبواب المفتوحة، وهذا الواقع سيزيد من نسبة التفاؤل والتطلع قدما إلى ما تحمله الأيام. مع انتصاف العام الأسد سيشعر بأنه في أفضل مراحله، وذلك لأن الكاريزما الخاصة به ستكون مؤثرة للغاية.
الواقع هذا سيجعل العلاقات أسهل وأفضل، كما أن حركة الكواكب خلال تلك الفترة سيساعد الأسد على تحسين العلاقات مع الأصدقاء. العلاقة الجيدة مع الأصدقاء ستجلب له الدعم الذي يحتاج إليه على الصعيد المادي والمهني. الكسوف الشمسي الكلي الذي سيحدث في الثاني من يونيو سيكون تأثيره إيجابي بشكل كبير على الأسد، خصوصا على الصعيد المادي، بالإضافة إلى التحسن الكبير في الأوضاع المادية، فإن الأسد سيشعر بتأثير إيجابي في علاقته العاطفية، حيث سيختبر الكثير من الوضوح والهدوء والشغف، بغض النظر عما إن كانت العلاقة هي علاقة حب أو علاقة زواج. مع نهاية العام الأسد سيختبر وضعا صحيا مثاليا سيساعده على تحقيق ما يريد تحقيقه، سيكون هناك الكثير من الطاقة والكثير من الإيجابية النفسية التي ستدفع الأسد إلى تبني نظاما صحيا سيكون تأثيره مثالي على المدى البعيد. ثالثا برج الدلو. الدلو سيكون أشبه بالنجم في العام الجديد، وذلك لأن مستوى جاذبيته وإبداعه سيكونان في ذروتهما. سيكون هناك الكثير من المحفزات التي ستدفع بالبرج هذا إلى المضي قدما وتحقيق كل ما يريدون تحقيقه. في المقابل سيكون هناك الكثير من الطاقة الإيجابية التي ستجعل علاقة الدلو بمحيطه تصبح أفضل بكثير مما كانت عليه، سواء كانت العلاقات العاطفية أو المهنية أو الاجتماعية أو العائلية. الروابط ستصبح أقوى من أي وقت مضى، وهذا ما سيجعله في حالة من الهدوء والسلام، خصوصا وأن الفترات الماضية كانت صعبة للغاية على برج الدلو. سيكون هناك الكثير من الفرص لتحسين الوضع المادي، وهذا خبر جيد لأن الوضع المادي للدلو عبارة عن فوضى عارمة. الدلو سيختبر الحسية والشغف خلافا لعاداته، خصوصا خلال الأشهر الأولى من العام. منذ بداية العام سيكون هناك الكثير من الوضوح والرغبة بالاستمتاع بالعلاقات مع الشريك ومع الأصدقاء. فرص عمل جديدة ستبرز، والدلو سيعرف تماما كيف يستغلها، وهذا سيؤثر بشكل إيجابي على الحياة المهنية وعلى الوضع المادي. مع انتصاف العام سيتمكن الدلو من القضاء كليا على الكثير من المخاوف والأفكار السوداوية التي كانت تعكر عليه صفو حياته، وبالتالي سيكون هناك فرصة للمصالحة مع الذات ومع الآخرين، ما سيجعل تلك الفترة واحدة من أجمل الفترات التي يختبرها الدلو. مع نهاية العام سحر الدلو سيكون في ذروته، والفرص للدخول في علاقات رومانسية ستكون عديدة. سيكون هناك فرص للاستثمارات الجديدة ستعود بالربح الوفير على هذا البرج. حركة الكواكب والنجوم طوال العام ستؤثر بشكل إيجابي على صحة الدلو النفسية والبدنية. في فيديوهاتنا السابقة أبراج ينتظرها الثراء في عام 2019، وأبراج ستتبدل حياتها في عام 2019، وأبراج سنية محظوظة في عام 2019، وأبراج ماغي فرح 2019، ومن سيدخل القفص الذهبي في 2019. ولمعرفة المزيد من الفيديوهات الجديدة والتطلعات ما تنسوش تفعلوا زر التنبيهات علشان توصلكم الفيديوهات الجديدة فورا نزولها. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.